مرحبا بكم معنا في موضوع تعريف النباتات البرية ونباتات الزينة وغيرها من النبات. عندنا اليوم نبات من فصيلة الأنجيلية، الشويعر اللاشوكية أو الشويعر الناعمة. نوع نبات يتبع جنس الشويعر من فصيلة النجيلية، ينتشر في أوروبا والمناخات المعتدلة في أوراسيا وأمريكا الشمالية ونيوزيلندا، ويحب التربة الغنية بالحمص والرملية والطيمية والقمية، وأيضا على الحصى أو الطين. توجد بشكل رئيسي على حواف الغابات، على الإبصارات، في الحقول، في الأراضي العشبية شبه القاحلة أو الممرات الوعرة. إنه نوع من نبات كانفريو بريميتوس أنيرتس، يعني الناعمة الشويعرية، وفي أسماء أخرى جريبر تاليا. ينمو بروم أو نعمة شويعرية ناعمة. البروم الأعزل كنبات عشبي، وأيضا اسمه البروم الأعزل كنبات عشبي معمر نفضي، ويصل ارتفاع يصل تقريبا إلى متر. يشكل هذا العشب طويل نسبيا مروجا ذات تنوعات نتوات طويلة، الأوراق مسطحة وعرضها تقريبا 5 إلى 9 ملم. أعرف الأوراق مغلفة أنبوبية في الغالب، والشفرات الأوراق عارية، الأربطة المخضرة غير واضحة وقصيرة، وطولها تقريبا من 0.5 إلى 2 ملم. الصفات التوليدية، طبعا هذه معلومات كثير، أضع لكم الرابط تحت الفيديو، الرابط أسفل الفيديو. يمكن استخدام هذه الأنواع الغنية بالشكل كعشب علفي بقيمة علفية معتدلة، خاصة في الأجزاء الشرقية من أوروبا. استخدم هذا العشب لمقاومة الجفاف والفيضانات. لا تنسوا الاشتراك وعمل لايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. السلام.